شمس حلوة، شلون شمس وشلون ربيع، كلش حلو الجو مو؟ رجع علينا الثلج من جديد. واي. عشان فتحة تتجنن، كانت مسدودة. أكو وحدة صغيرة حياتها، شوفوها بعدها صغيرة ومسدودة، من تكبر تصير هيج. بس أرش لهم مي من فوق حتى تبقى الزرعة فرش. أنا فرش لهم إياها اليوم، زولية زولية جديدة. خسرانين على الجريدة ألوان وطبع، تالي للعصفور ليش؟ تذكر العصفور كان من هاي الفتحات يطلع يندلهن، كان كنت احط له قطعه خشبه لو كرتونه لو اي شيء. صافن على العصافير، اقول لك مني حيتغير بيت. شوف منظر عشان يباوع لهم. انتوا عشان فرحانات طبعا، لان بيت كبير راح اغيره لانه مكان ما اله، فاني اعتذر يا كناري. بعدين يجون باوعهم، اجى هذا الحلم. يلا فوت يا معود، يطلع هذا الثاني. لا ما يطلع، ماكو اكل وماي وهذا. عند دخلت الرشاد جوا بالبيت لانه ثلج برا، فخفت يموت، ما صدقت يطلع. شوف شلون شكله حلو صار، ما شاء الله الرشاد بسرعه يطلع. انا مجربته هاي مو اول مره، حتى من قبل كم سنه هم زرعته بسرعه يطلع، بس ما اعرف ليش حار. بس خلينا نشوف هذا اذا كان نفس نوعيه البذور او لا، يعني طعم الرشاد يكون حار. فهو بي اكو نوعين، اكو العادي بارد واكو حار. هنا الريحان بعده ما اعرف ليش ما اشوف شيء متغير. ما عدا هنا انا دا اشوف اكو بذور اللي خليتها لونهن اسود، صار مثل لونهن بنفسجي شوي، يعني مثل عليان هيك، مثل الغيمه. ما ادري ايش اقول لكم، ما ادري شنو عليهن. شلون شمس ترد الروح، وشلون دفو كلش حلو. هذا شعر، بيت شعر، شو تريدون؟ الله اشهد دفو. جهاز الرياضه مالتي شلون جامد. وي روح بالترامبولين. لا تعال تعال، بس متسه. ما تلبسين شفقه؟ مو بارده عليك شيء؟ ما نقدر نسلط انا استوى، بس عادي. تروحي بماتي الغرفه. اي والله ليش؟ اكو متسه هناك. مرحبا يا حبايب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. مثل ما تشوفون الجو عندنا كلش حلو. شوفوا واني نايم بلدانه. تقولون ما اخذته بهذا البرد. اليوم عندي هوايه شغلات لازم اشتريهم واخلص، وراح اخذكم وياي وين ما اروح. تشوفون ثلج البحر عشان تعاصفه، وبس اليوم الجو كلش دافي بالرغم من الثلج دا ينزل. سبحان الله، يعني بالصيف نوبات شمس وتمطر، ونوبات تصير الجو يعني رغم انه هو ثلج بس دافي، يعني ملابسه هواي ما مكثره. بس الصغير اخاف عليها، واشارك وياكم نهارنا اليوم وحتى تستمتعون، وان شاء الله تقضون وقت حلو يانا. وبما انه شهر رمضان الكريم باكر اول يوم، ان شاء الله ربي يعود عليكم بالصحه وبالعافيه. فالقعده مالتنا مو بالهول الجو،
راح يعني نعوف الهول الجوا نغادر راح نقعد فوق لانه عندي بالهول او الصاله الفوق بس تلفزيون ماكو. فقلنا اليوم نروح نشوف تلفزيون، وبصراحه انا مقرره على واحد كلش حلو اللي هو ال جي، كلش نوعيته حلوه، والثاني سوني. فقلت اشوفهم بالحقيقه حلوات لو لا، وناخذ واحد ندرب السياره ومنتظر ايوب يجي لانه ناسي كم شغله عنده بداخل البيت. فهسه يرجع دق علي الجرس. يلا خلينا نروح نصعد بالسيالة جمدنا. تشتري تلفزيون؟ ايه. وبعد؟ نروح للكرسي. حمك بطنك يعني وين ما تروح؟ انا نايم بالحضن من ماما. بس نطلع بالسيارة ماكو يعني يلزم النوم لحد ما نرجع، بس نطب للبيت هو يقعد. يعرف البيت. يحب يطلع يفرفر. جيت هسه للتي في، راح نصعد فوق واشوف. اكو واحد خات اليم الماكينه. شو تريد؟ كبير. حلوه هاي التراشي. الله شنو هذا الجمال. تقول ليش عيوني مو مثلك؟ شوفي نفسي، بس انتي شويه على صفار، انا على خضار، بس المهم مشابهين. عجبني هذا يا هو هذا السامسونج. احنا نريد واحد نريد واحد كبير. هو احنا نريد واحد كبير على ما تشوفين بي زين. ها اي هو هذا احنا جينا عليه سامسونج، واكو واحد نفسه هم 75 تسول ماته. فنريد نقارن ما بين هذا وهذاك كالوان. هذا حلو بع الوانه حلوه ايوب، كلش حلو. تحسون عباك يمكم الشخص، مو تلفزيون. هذا 8K هذا صافن، وهذا تلفزيون هذا سعره 4809. شنو هالكلبشات؟ عايش الجو شرطي يريد يصير. انت تريد تصير شرطي؟ وين مسدسك؟ ها؟ بس صدق حلو الوانه بداعه كلش حلو. بعد هيدا صفن عليه. منو مصوره؟ بتشوف لا تلزم. احنا طايرين بالطياره فوق. اسمه هذا البث، نوع البث. بس انت اذا تريدين تجيبين ساتلايت مالنا اللي نربط عليه. عيونه راحت. شيليه. هاي ال الفانيلا والايرد بير واير واحد. اي لا هو بس جيب الشيب مالتك السرعة راح. خلصت؟ شو شوية؟ اني هم هاي ناخذ من عندهم. ها كم وحده؟ بيورو الوحده. هاي ما تشري هاي. هاي كل شيء خاص بالايكيا، بيورو سعر القطعه. راح ناخذ اربعه تشارين. رمضان يقوم يتشهى وما ياكل. هاي مال شمعه. هاي الباب من هنا. هاي النوعيه مالتها كلش زينه، مو مثل
اكو مكانات تلزمون الحديدة تجرح، هاي نوعيتها كلش حلوة. اللي أنا استخدمهن أكو بيهن حجمين، حيدر خاتل من وراء هوسة الناس اليوم ما أعرف شنو صاير. هذني النوعية اللي تكون شوية أصغر، هاي ممكن نخلي بيها السباكيتي وهيك شي شغلات، فإحنا محتاجين من الصغيرة. تقدري بعد هيك شي تفتحي وتسوي عنها هيك. لما تشوفين وتهاي هيك شي تفتحي. راح اخذ من هنا بني شتلات صغيره مال الزيتون، طبعا كلش مباركه بالبيت، فراح ناخذ من عندهم اثنين. هاي دبدوبه تعال اخذ لنا اياها. اجينا نغير هبوده، هاي خلينا نحطها وبعدين ما تاكل ولا هي أبزي تغير حفاظة ما تعلوكي. هنا أنا إيه أكو مكان هنا بدون الحفاظات مثل بيبي سونا أكو ألعاب ما أعرف شنو هاي شنو. طبعا خلصنا مشترياتنا، المشتريات اللي ما تخلص. احلى شغله اشتريتها اليوم هي الشجره مال زيت الزيتون، كلش احبها. زيت الزيتون عشان الاكيه كلش دافي، فتشوفوه صار احمر واني هم اذا تشوفوني هنا مطعنه. انا من النوع اللي ما اتحمل الحراره ابدا، بس يصير مكان حار بسرعه تشوفوني كلني اطعن، اصير بقعه بقعه. نشوف الكلينسه وناخذ كلينسه من جديده نخليها للاحتياط. اي هاك. فاجيت هنا أنا. الحلو بايكيا المكان مال التبديل كل شيء بيه، مكان دافي، الضوء مالتهم هم يقللوا على مود الطفل. بس احنا خلصنا راح نروح للسياره لان ايب صعد الغراض هناك. يلا نونو تعال. اوبسي اوبلا على ابني. ليش؟ اغلوه منه. واخيرا حصلنا زيت. ها كل ما نملك بطلين زيت. هاي العلب جبت من عندها لانه احتاجها لل
اشياء يعني اشياءات المطبخ. هاي المحفظه مال حيدر، حيدر يوم يروح للمدرسه يجي كاسر لنا المحفظه مال الاكل. وصديق حيدر واحد كلش دبدوب، اقول لهم احط لك بيها نص لفه لان صديق حيدر كلش سمين، وحيدر نطيح له الاكل ويجي الاكل شنو خلصان. حيدر وين الاكل اكلته؟ يجي من المدرسه جوعان، يبي يقول له حطيت لك كلش هواي اني اكل، شو عجب لك تجي جوعان؟ وبعدين اكتشفنا السر، اكتشفنا السر انه صديق حيدر دب وحيدر كل الاكل ينطيه اياه. ايوب حط له لفه وحط له لحم بعجين وحط له حلويات وهاي الاوريو وحط له سوسج وبعد شنو حط له فراوله وخضره وفاكهه. سوى له كمين يومين راد يعرف انه الاكل وين يروح. قبل نحط له ياكل قطعه صغيره ويرجع كل شيء ما ياكل بس دام ينفرتك دام نكسس هات يوم دنا شلاك انت مو حطت لحم عجين وهاي اي وين وديتهن؟ اكلتهن وزعتهن؟ تنطي صديقك الدبدوب ها؟ حيدر اشترى كلبشات من شو اسمه من المحل، ايوب قال له بس يجي صديقك السمين الا بالكلبشات اربطها بالبيت. اريده يقر ويعترف. حلوه ها؟ لونها مثل لون الحائط رصاصي وابيض. موالمة راح اتفاصل عليها وهي كلها بسبعة مدري بثمانية يورو. اي فقلت احتاج وحدة لانه جدر او اي شيء ثاني حار. حلوة هاي اسرع شغلة راح نطلعها ويا الشاي هي لحم بعجين. هاي السينا راح نطلع، هاشلوا لي لزمي. راح نطلع هاي لحم بعجين. لا شاي بس اسود او شاي بالزعفران؟ شاي مبدأ يعني شاي ابو الزعفران. شاي اسود سادة لو شاي ابو الزعفران؟ اسود بالزعفران. اي بعدين نعرف لازم بالاول نحضر الشاي ابو شاي ابو الزعفران. شنو عصفور؟ ماما بس بني ذا تستعمل لهم ما يساوون المره لا ماما حطهم بالغساله اغسلهم واعصرهم وبعدين ما عندي كلش اغسلهم واعصرهم وبعدين استعملها شلون على الحبل ما عندي كلش طلع الشاي منهم بس شنو؟ هسه ماما هسه بعمل اي مره هاي دوري جيب لنا الشموع تريدون شاي مطحون لو شاي مكعبات؟ شاي مكعبات قصدي شكر تريدين شاي مطحون شاي مكعبات ما اعرف ان الشاي معكب استكانيا ايوه ليش تخلي يقعد هسه؟ تبلع ها؟ بس هاي بين فتره وفتره من يكون عندي وقت اسوي واجمده فخلي بس بالكابسه بعدين ينكبس ويا الشاي او مثلا واحد يجي ويا تشاي عصرونيتنا كنت بال شو اسمه بالمطبخ مو؟ بالبالج ودغرت الجداحة تعرفين شو سويت بيها؟ دغرت المعلقة وهي تشاطفها كلش مدى عندك مو؟ رودين طلعي لنا أربع خواشيقات شنو هاي؟ ايوه لحظة انطيك سلع تحط بيه مالتك لحم بعجينة ما
ماما يسعر بيها. نسوي ماتو وين ماتج؟ هذا مخمص هو. مام هات ايش هبسط في مام. تاكل شويه سبينه تصير لي باباي. طنطنا. باباي. ايش ما بدي ازت؟ عشان قاعد مزعوج فتح حالته يعني. حلوة هنا؟ لا حلوة. وبعدين سألتوني إنه كنت حاططها بالستاند بالمطبخ، يصير نخليها بالستاند بدون ما تتعرض للجذور مالتها؟ طبعا يصير، لأن هي ما طول بالمي كلش عادي. أنا عنديها هاي باقيات خضرات وأخذتها، إذا تذكرون كانت كلش ناعمة وصغيرة وما بيها هاي الأوراق الخضراء، فهسه شوفوا هاي شلون طلعت كبيرة، وهاي هم من انا هم فرعت منها بالزاويه يم هاي الاشجار، منظرها كلش حلو هيك، والحجره هم مكانها حلو. هاي كانت بغرفه الاكل فجبتها هنا، حسيت مكانها حلو شويه خضار. وهنا أنا الصبح هم عندي تدخل شمس كلش هوايه طول النهار، عندي 3 شبابيك من انا فكلش كفايه الضوء. طبعا بالنسبه للزرع على مود يبقى عندكم حلو شكله واخضر، دائما استخدموا هيك يعني هاي البخاخات. انا مثل ما قلت لكم عندي وحده بيضه بس استخدمتها للمنظف مال الجام، فاليوم احتاجيت وحده وجبتها. فهاي دائما مو الا تسقون الزرع مالتكم، يعني كل ما تسقوه هوايه كل ما بعدين راح تعفن الجذور من جوا وبعدين تموت النبته. فاني خبيره زراعيه بس بحكم يعني خلينا نقول اكثر من سندانه جبت وماتت، فاستخدمت هذا النوعيه. طبعا هاي نصيحه كانت من ماما من اجت العراق العام، كان عندها يعني هيك مثل المكان حاطه بيه هوايه زرع، فكنت اشوفها بس ترشهن ما تسقيهن، اقول لها ليش ما تسقيه تحطي لها ماي؟ تقول لي غلط، هي كانت عندها البلابه كلش حلوه وطويله، فشفت الورقه مالتها كبيره قلت لها شلون تصير هيك كبيره؟ قالت لي هاي ما تحب مية هواية، يعني تظلين دائما تسقيها كل يوم غلط تموت بعدين، فأحسن شي يومية بالبخاخ بخيها بالمي، والسقي مالتها خلينا نقول كل أسبوع فنص كوب أو كوب على حسب التربة مالتها، إذا كانت كلش يابسة أو جافة فخليلها هواي مي. فاستخدمت هاي النصيحة مالتها وبصراحة كلش حلوة، مثل ما تشوفون عندي البلابة طولت وقصيت من عندها هم مجذرت. فهاي نفس الشيء هنا بالنسبه لمكانها هذا مناسب، لان هذا وراي بالضبط الشباك، فهنا تفوت اشعه الشمس يعني بالصبح، يعني الشمس تشرق من هاي الجهه، فطول الوقت عندنا هنا شمس تفوت خصوصا الظهر يعني ورا 12، فهاي الجهه كلها تصير بها اشعه شمس. هاي كلش حبيتها، والزيتونات هم بس بصراحه ما مقرره مكانهم ابقيهم بالمدخل او اغيرهم. كتبوا لي بالتعليقات اذا حسيتوا لهم مكان خاص حلو بالبيت، فانطوني ارائكم، خلينا نشوف نبقيهن لو نشيلهن بعد ما اعرف. باكر رمضان اي رمضان باكر زين عزو. السندانه وين احطها مال الزيتون؟ لازم تحطيها بالغرفه بصفنا مات الاكل. ليش بالله؟ لانه باكر رمضان اي، وبليل نقطع منه وناكل زيتون. والله زين. وين رحتي بعد وقت؟ هو طبعا وصلنا لنهاية اليوم مالتنا وصار وقت الراحة هسه، وقبل ما اروح احب اقول لكم رمضان كريم ورمضان العافية عليكم، ان شاء الله ربي يتقبل الطاعات وتصبحون على مليون خير. مع السلامة.